تتابعون برنامج الرواق مشاهدينا الافاضل، اهلا وسهلا بكم. اذا تواصل هيئه الوساطه والحوار عملها ولقاءاتها في اطار مساعي الحوار التي تقودها. كانت اذا الهيئه قد التقت الايام الماضيه بالعديد من الاحزاب السياسيه وناشطين في الحراك وفاعلين في المجتمع المدني الى غير ذلك. وكما نعلم هذه الهيئه تتعرض لبعض الانتقادات. طيب اليوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق أحمد قيد صالح أشاد بمجهودات هذه الهيئة وتحدث أيضا عن من أسماهم بدعاة المرحلة الانتقالية، وقال عنها هذه المرحلة إذن التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها. إذن سنتطرق إلى هذه النقاط اليوم في برنامج الرواق الانتخابات، إذن المرحلة الانتقالية وهيئة الوساطة هي المواضيع إذن التي أريد أن نتطرق لها اليوم مع الأستاذ الأزهر ماروك وهو أستاذ جامعي. أستاذ أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي جمال، وشكرا على الدعوة. شكرا لك على قبولك الدعوة، بالإضافة إلى السيد سيف الدين قداش وهو إعلامي ونشط سياسي. سيف الدين أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا لكم على الدعوة. شكرا لك على قبولك الدعوة. إذن هذا هو أول عدد في برنامج الرواق الذي كان في وقت مضى برنامج الحدث. إذن اليوم سنتطرق كما قلت في البداية أستاذ ماروك، أبدأ معك إذن لكل هذه النقاط التي تحدث عنها في البداية، الانتخابات، المرحلة الانتقالية وهيئة الوساطة. اليوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق أحمد قيد صالح كان له خطاب تحدث عن العديد من النقاط التي لها علاقة بالانتخابات الرئاسية. هو قال يجب أن تبقى الأمور متعلقة بالشرعية الدستورية، وتحدث عن دعاة المرحلة الانتقالية، وقال أنه هؤلاء يروجون أو هذه الأطراف تروج لهذه المرحلة الانتقالية لا لغاية سوى لتحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها. كيف ترى خطاب الفريق أحمد قيد صالح في مجمله بداية أستاذ ماروك؟ في البداية تحية لك أخ جمال مرة ثانية، واسمح لي فقط أن أشير إلى أن تسمية الحصة بالرواق من الحدث إلى الرواق معناها أنها أبعاد فلسفية عميقة، وهذا يتطلب منا أيضا يعني قدرة كبيرة على الفلسفة والتحليل والتعمق في الأوضاع التي تعيشها بلادنا. أنا أعتقد خطاب السيد الفريق اليوم هو يأتي ضمن يعني سلسلة من الخطابات التي تعكس مواكبة المؤسسة العسكرية لتطورات الأوضاع في بلادنا. والخطاب هو ليس فقط موجه للرأي العام في الداخل، ولكن أيضا موجه للرأي العام في الخارج، وبالأخص الرأي العام في الخارج، ليعكس الرؤية والمقاربة التي تعتمد عليها المؤسسة بخصوص الوضع السياسي في البلاد. فتقريبا من بداية الحراك وانحياز المؤسسة العسكرية إلى جانب الشعب ومطالب الشعب، أعتقد أن هذا الترابط الوثيق، وأنا دائما أؤكد على هذه النقطة، الترابط الوثيق بين الشعب والجيش شكل يعني مكسب من أكبر المكاسب التي تحققت في الجزائر في 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 في, في الأشهر الأخيرة. لماذا؟ لأن الجيش هو جزء من الشعب، والشعب هو القاعدة للجيش، فبالتالي أعتقد أن هذا الجبهة بين الجيش والشعب يعني أعطت دفعة قوية للوضع في بلادنا. فبالتالي المؤسسة الآن لديها خطابات من خلال السيد الفريق أن تنظر للأوضاع وتواكب الأوضاع وتعطي رأيها، وما يجب أن يعني أن نفهم بأن المؤسسة لديها مقاربة قائمة على الموضوعية وقائمة على الدقة والوضوح والحفاظ على الأمن البلاد وعلى المصالح العليا للبلاد. ولا ننسى أن المؤسسة تلعب دورها في إطار ما يكفله الدستور، يعني هناك مهام دستورية لابد على المؤسسة أن تقوم بها بالأخص في هذا الظرف الحساس. فبالتالي المؤسسة تلعب دور تاريخي حساس
ومميز، وهي إلى جانب الشعب ومع الشعب ومن أجل تحقيق مطالب الشعب. ونحن لا ندخل في يعني في بعض أطراف التي تروج وتريد أن تجعل بين هو بين الشعب والجيش، وهذا يعني نحن مرفوض وغير مقبول وليس إلى أي منطق أو عقل، بالأخص في الظرف الذي نعيشه اليوم. أعتقد أن الخطاب اليوم يعني ركز على تقريبا تكاد تكون المفاتيح الحل الأزمة في الجزائر، هي يعني في هذا الخطاب نجدها دائما هي الكلمات المفتاحية أو الكلمات التي تعكس عمق الرؤية، وهو الدستور. أننا طالما تمسكنا بالشرعية الدستورية هذا أكبر باب نغلق به. ماذا نغلق به؟ دعاة الفوضى في الداخل، لأن هناك من يدعو لإسقاط الشرعية معناها الفوضى، ونغلق به باب التدخل الخارجي. نحن لدينا دستور، لدينا سلطة، لدينا رئيس دولة مؤقت، لدينا برلمان، لدينا مؤسسة قائمة، المؤسسة تلعب دورها في حماية الأمن القومي. إذن الشرعية الدستورية مسألة حسم فيها الشعب، لا يمكن الخروج عن الدستور. إذا خرجنا على الدستور معناها أن الدولة تصبح وجودها مهدد، فبالتالي التمسك بالدستور هذه مسألة مفروغ منها. النقطة الأخرى هي الحوار، النقطة الأخرى تثمين الحوار. معنا في بسرعة أن في الخطاب جاء تثمين للهيئة، وأن الآن الهيئة لديها دعم من قبل مؤسسة قوية في البلاد، فبالتالي أن ما حققته الهيئة الآن من خطوات يعني ربما سيعطي نتائج إيجابية ومهمة. الآن لكن الآن ليس كل ربما يريد التحاور مع هذه الهيئة. لا بأس. ولكن أيضا في الخطاب هو التأكيد على أن المسار، دخلنا الآن في مسار لحل الأزمة ومسار الانتخابات. فإذا تمسكنا بالدستور وذهبنا إلى الحوار، والحوار يخرج ورق الطريق، أسسنا سلطة مراقبة الانتخابات، نذهب الانتخابات وبالتالي يأتي رئيس منتخب، وهذا الرئيس تكون له كل الصلاحيات أنه يشرع في تعديل الدستور في انتخابات تشريعية مسبقة إلى غير ذلك. تبقى نقطة أخرى في الخطاب أيضا يعني، وهو يعني مسألة العدالة، أن العدالة أيضا تلعب دورها في فتح كل الملفات، وهذا ما يعطي مصداقية للعدالة. والعدالة أيضا شاركت يعني واكبت ورفقت الحراك، فبالتالي الآن العدالة عليها الآن أن تلبي مطالب الشعب، وهو استرجاع الأموال المنهوبة. وكذلك هناك رد يعني قوي في الخطاب على أن المرحلة الانتقالية خيار لم يعد من الممكن أن نسير فيه، لأن المرحلة الانتقالية ستفتح أبواب جهنم علينا، ونحن نريد من الأحرى يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية الدستورية. الشرعية الدستورية والشرعية الدستورية معناها الذهاب إلى الانتخابات، والرئيس القادم ستكون له صلاحيات يستطيع من خلالها أن يفتح كل ورشات التي ينتظرها الجميع. نعم، هذه النقطة أريد أن أسأل عنها سيف الدين قداش، يعني مسألة الشرعية الدستورية من خلال هذه الجملة سأقرأها عليه سيف الدين. إذا خطاب الفريق قال أنه الشرعية الدستورية يعني من خلالها ومن خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في قرب الأجل تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها. كيف ترى هذه الجملة، أو كيف ربما ما هو التحليل الذي يمكن أن تعطيه لهذه الجملة سيف الدين؟ وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وما ورد اليوم في خطاب الفريق كان ربما هو إعطاء إشارات إيجابية بالمرور في أقرب فرصة لإقامة انتخابات رئاسية دستورية تعبر تماما عن فتح المجال للإرادة الشعبية من خلال الذهاب والمرور إلى انتخابات رئاسية توافقية طبعا مع الطموحات الشعبية، لأنه لما يثمن سيد الفريق لجنة الحوار هو لجنة الحوار تصر على رحيل الحكومة وتحقيق بعض المطالب الشعبية. نحن نلاحظ هنا بأن هناك مؤشرات إيجابية جدا بأن الحكومة ستذهب، وبأن هناك الكثير من التغييرات التي ستكون في صالح الإرادة الشعبية. بالنسبة للأصوات الناعقة أو بالنسبة للبعض الذين يحاولون ربما ضرب التحول السياسي وضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية، هذا الشعب يدرك تماما بأننا الآن نمر بمرحلة صعبة، مرحلة خطيرة، وبأننا يجب أن نذهب في أسرع وقت إلى انتخابات رئاسية نتيجة تأزم الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي جراء تأزم الوضع السياسي وعدم وجود ربما كامل الصلاحيات للرئيس المنتخب. وهنا سيد الفريق تكلم عن أن الشعب الجزائري سوف ينتخب من خلال الانتخابات الرئاسية رئيسا كامل الصلاحيات لتشييد التطلعات
المشروع على الشعب والسير ببلادنا نحو المستقبل المنشود، وهذا ما يعتبر الأساس والقاعدة الأساسية لإحداث التغيير السياسي بالنسبة التي ينادي بها الشعب الجزائري. ليس كل يريد هذا الشيء، ربما هناك من يريد من لازال يصر على مرحلة انتقالية على الأقل تكون فيها سنة، بعد ذلك يعني تفتح ورشات مثلا كورشة تعديل الدستور إلى غير ذلك، حتى نصل بعدها ربما بعد عامين إلى انتخابات رئاسية. وسيدي الكريم، المرحلة الانتقالية مفتوحة المخاطر، والشعب الجزائري الآن في أغلبيه تريدك تماما بأنه يبحث عن استقرار سياسي، والاستقرار السياسي يأتي عبر انتخاب رئيس جمهورية وفق إرادة الشعب الجزائري وفق اقتناع الشعب الجزائري بالبرنامج الانتخابي للرئيس المنشود بالنسبة للأغلبية الشعبية الجزائرية. وبالتالي المرحلة الانتقالية التي تنادي بها بعض الأصوات التي كما قال سيد الفريق هي ربما بعض أذناب العصابة وكذا، هي تبحث عن التعيين، تبحث عن مصالح أو التفاوض على خيارات شخصية، على مصالح ربما ذاتية، على الحفاظ على مصالح ربما الجماعات أو الأقطاب التابعة للعصابة سابقا، وبالتالي هم يبحثون عن موطئ القدم في المرحلة المقبلة وفق منطقة تخلاط أو المصالح أو ربما تنفيذ الأجندة المطلوبة من طرفهم، من طرف السلطة الفعلية في البلاد. وبالتالي المرحلة الآن هي في بالنسبة للمطالب الشعبية الأساسية هي الذهاب إلى تنظيم إلى إقالة الحكومة المرفوضة والمنبوذة شعبيا، ثم إلى تنظيم وضبط اللجنة الوطنية لمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية، ثم فتح الانتخابات بالضبط، والذهاب مباشرة في أقرب الأجل، لأن الجزائر اليوم في ظرف استثنائي، في تحديات كبرى، وبالتالي نحن الآن بحاجة إلى رئيس كامل الصلاحيات لإطلاق البرامج الاقتصادية الاجتماعية، وطبعا فتح ورشة الإصلاحات السياسية في البلاد للذهاب بالجزائر لبر الأمان. نعم أستاذ ماروك، يعني برأيك يعني هذه الأطراف يعني دعاة المرحلة الانتقالية لماذا يريدون الذهاب إلى انتخابات رئاسية يعني؟ ويصرون على مرحلة انتقالية تنظم بعدها انتخابات رئاسية تأتي بعد فتح العديد من الورشات يعني. هو في الحقيقة أولا ذهاب إلى مرحلة انتقالية فيه صعوبة كبيرة، كيف نذهب إلى المرحلة الانتقالية؟ عن طريق ماذا؟ كيف؟ من سيدير هذه المرحلة؟ من؟ يعني يقولوا رئيس كيف ينتخب؟ وهل ينتخب بآليات القائمة الآن؟ أكم ترفضوا الانتخابات؟ تقولوا من الآن نحن لا نريد انتخابات بالآليات القائمة حاليا، إذن كيف ستنتخب الرئيس؟ نقولوا هيئة رئاسية، من سيعين هذه الهيئة؟ من سيعينها؟ أنتم تطعنوا في رئيس الدولة، كيف ستعين؟ من أين سنأتي بالذين سيديرون هذه المرحلة الانتقالية؟ ما هو أخطر في المرحلة الانتقالية؟ ما هو الأخطر؟ أن السلطة لن تذهب من جهة إلى من طرف إلى طرف جزائري. في المرحلة الانتقالية السلطة تصبح في أطراف أجنبية، قد تكون إقليمية، قد تكون منظمات غير حكومية، ويصبح الطرف الإقليمي والطرف الأجنبي هو الذي يدير الورقة، هو الذي يحدد ورقة الطريق لما يجب أن تقول عليه الجزائر في المستقبل. فبالتالي مرحلة انتقالية أنك تفتح المجال لأنك تصبح الجزائري يصبح طرف مع أطراف أخرى غير جزائرية، وهذا ما لاحظناه في بعض الدول. يعني خروج نهائيا عن الدستور، يعني لما تصبح نصوص الدستور، لما تقول مرحلة انتقالية معناها ما كاش دستور، معناها سقوط الشرعية، من يحكم من؟ من هو شرعي من هو غير شرعي؟ يصبح الباب مفتوح والمرحلة انتقالية، أنت لست بالذكاء لتستطيع أن تدير مرحلة انتقالية في هذا الظرف تعيشه الجزائر. طيب، واسمح لي، وهذا الظرف الإقليمي، لأن الآن إذا أنت تمشي في المرحلة الانتقالية أنت ستكون قريب إلى الفوضى، منها إلى بناء الدولة. أنا أعتقد أن مثلا هذه الشخصية أستاذ مارو لن يكون لها حظوظ في الانتخابات الرئاسية لو نظمت انتخابات رئاسية في أقرب الأجل، أنه ربما هذه الشخصيات وهذه الأطراف لن يكون لها حظوظ كبيرة في الانتخابات الرئاسية، فهي تبحث عن مرحلة انتقالية بطبيعة الحال. بطبيعة الحال تبحث عن أنا الآن سياسي، أنا سياسي وشاركت في الحراك وعندي ملايين في الحركة معايا، ما هو اللي يخدمني؟ مرحلة انتقالية الانتخابات، ما هو الأقرب لي أنا؟ هو الانتخابات، لأن لما ندير الانتخابات معنا نربح، أنا عندي ملايين يمشوا معايا، راهو عندي ظهير اللي هو ملايين، أنا نكون طالب بالانتخابات، لأن الانتخابات الآن في هذا الظرف الآن في صالحي، أنا عندي الملايين معايا في الشارع تحيط بي وتبجلوني وتزعمني وأنا أصبحت زعيم وأنا معاكم، فبالتالي من الذي يمكنني من السلطة الوصول للسلطة؟ هي الانتخابات والصندوق، لأنني أنا متأكد باللي عندي الملايين، لما أنا الآن نقول باللي عندي الملايين والشارع راهو معايا وأحيانا أتكلم باسم الحراك
وحين حط نفسي كرمز من رموز الحراك ثم اقول لا انا ندير مرحله انتقاليه وما ندرش انتخاب. لماذا؟ ما دام انت عندك شعبيه وعندك الملايين راح يعطوك الدور الاول تدي الاغلبيه الساحقه. انا الافضل كسياسي، والسياسي راهو عنده الدهاء، لان السياسه فيها الدهاء فيها الذكاء. تعرف دائما كيف تحقق اكبر مكاسب واقل الخسائر. هذا هو السياسي، هذا هو السياسي يخدم هذا المنطق انه يحقق يعظم المكاسب ويقلل من الخسائر. وحتى لما يشوف روحه يدخل في انتخابات يخسر ما يدخلش، لانه يعرف روحه انه راح ينهزم راح ينهزم وراح يصبح انه انسان لا يعني لا يملك شيء. فبالتالي اعتقد ان دعاة المرحله الانتقاليه هو ليس فقط المرحله الانتقاليه تشكل فيها مخاطر كبيره على وجود مش وجود السلطه ولا النظام، على وجود الدوله. ثانيا ان المرحله الانتقاليه ستصير فيها صراعات كبيره جدا، ستفتعينا جحيم الصراع الهوياتي. عندنا مشكلة لغة والصراع الهوياتي ومشكلة الدين، وهذا هذا الهزة في كيان الدولة. المرحلة الانتقالية صراع الهزة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تدخل أطراف أجنبية، وهذه الأطراف هي التي ستدير المرحلة وستحط لك الأجندة تحط لك ورقة الطريق، ويصبح الجزائري مش طرف، يصبح لازم ينفذ، يصبح هو ينفذ، وتصبح الوصاية هي وصاية دولية لا قدر الله الجزائر. وأنا قلت لماذا هذا نحن نتكلم على هذا السيناريو؟ لأن الجزائر من بين الدول المستهدفة من قبل القوى إقليمية وأجنبية، لأنها بلد يعني مازال يشكل بمواقفه المبدئية في قضايا المنطقة العربية وفي قضايا التحرر وفي قضايا الإفريقية. دائما الجزائر كان عندها موقف مبدئي يزعج بعض الضوائر صنع القرار التي تسعى إلى تفكيك الدولة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط. حتى نبقى دائما في سياق الموضوع وفي سياق السؤال الذي طرحته عليك أستاذ ماروك، يعني تعتقد سيف أنت أيضا ربما أنه هذه الأطراف هذه الشخصيات لن تخدمها الانتخابات الرئاسية لو كانت ربما في أقرب الأجال، حين ربما ستخدمها المرحلة الانتقالية؟ وشوف هذه الجماعة لا تفكر أساسا في منصب رئاسة الدولة أو رئاسة الجمهورية عفوا، هي تريد أجندة للمرحلة المقبلة أن تكون موجودة، أن تحفظ المصالح للجماعات المرتبطة بها في مختلف مصالح الدولة، وربما تذهب أبعد من ذلك ربما لإطلاق سراح بعض الموقوفين المتهمين ربما في تلاعبات اقتصادية في البلاد وحتى تلاعبات سياسية. وبالتالي هم يبحثون أن يكونوا ربما فاعلين أو لديهم ربما ورقة تفاوض في المرحلة المقبلة. أما مسألة المرحلة الانتقالية، مسألة المرحلة الانتقالية أولا رئيس الجمهورية لديه صلاحيات دستورية، الدستور يعطيه صلاحية فتح ورشات الإصلاحات، يعطيه صلاحية أن يقوم أيضا بالأمر بالصرف بالنسبة لمختلف الخزينة العمومية وتسيير المشاريع الاقتصادية. المرحلة الانتقالية ستدخلنا في حائط، لأن البلاد الآن محتاجة إلى ديناميكية اقتصادية، محتاجة إلى ديناميكية اجتماعية، محتاجة إلى تفكيك الجبهات التي حطمتها العصابة في مختلف مواقع وفي مفاصل الدولة الجزائرية. محتاجين إلى إصلاحات لترشيد الحكم أول حاجة، وترشيد الاقتصاد، وترشيد الجبهة الاجتماعية، وتنظيم مؤسسة الدولة. وبالتالي على 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 بالتالي ربما الفريق تكلم على ترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار. هؤلاء يتفاوضون على مواقع، على مصالح، على امتيازات. هؤلاء لا يبحثون ربما عن 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 انتخابات، بل يبحثون عن مناصب وامتيازات. وبالتالي ويقومون ايضا بجمله من الالاعيب المفضوحه. الراي العام الان يتابع استعمال ربما بعض المعطيات وبعض الاساليب التي ربما لا تخدم اساسا ضروره الذهاب الى انتخابات رئاسيه. وبالتالي المرحله الانتقاليه هي ربما فخ يريدون ربما استعماله لتحقيق ربما رغباتهم الذاتية، امتيازات من خلال التفاوض، لأن حظوظهم الرئاسية منعدمة. وأيضا ربما هم يبحثون عن 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 الامتيازات لا أكثر ولا أقل التي ربما سيحصلونها من عرقلة الانتخابات الرئاسية. هل تنظيم الانتخابات الرئاسية ربما في أقرب الأجل؟ لا، أول حاجة هؤلاء أقلية وليس أغلبية. الشعب الجزائري متمسك ومتماسك بالحفاظ على مصلحة البلاد، وبأننا لا يمكن أن نحقق التغيير المثالي، ولا يمكن أن نأتي بالرئيس المثالي. سوف نمر إلى مرحلة تفرض علينا أن نكون نسبيين في كل شيء. نحن بحاجة إلى بناء دولة، إلى معالجة الكدمات والجراح والألام والتلاعبات والفساد والانحرافات التي حصلت في الجزائر. وبالتالي المرحلة القادمة ربما بعد العهدة الأولى والعهدة الثانية لرئيس الجمهورية سنتكلم آنذاك عن قوة الديمقراطية وعن تماسك ربما مؤسسات الدولة وعن
الخيار ربما الفعلي لقوة الممارسة الديمقراطية في الجزائر. نعم. ممارسة الديمقراطية في الجزائر. نعم. أستاذ مروك، يعني هيئة الوساطة والحوار تتعرض كذلك لانتقادات عديدة من طرف هؤلاء، يعني هل تعتقد أن هذه الانتقادات تأتي بسبب ربما فشل المبادرة أو المبادرات التي قادتها هذه الأطراف، يعني التي تنتقد لجنة الوساطة والحوار؟ يعني كان فيه مبادرات انعقدت، وكان فيه حتى على ما أعتقد مؤتمرات كذلك انعقدت، لكنها باءت بالفشل، يعني لم تظهر هناك يعني هيئة حوار إلى العلن وتتفاوض أو تتحاور مع أطراف سياسية. الآن بعدما تشكلت هيئة يعني تتعرض لهذه الانتقادات، هل تعتقد أنه جاءت بعدما فشلت هذه المبادرة مبادرتهم؟ هو في الحقيقة يعني الطبقة السياسية اشتغلت وكان عندها ديناميكية كبيرة جدا بعد الحركة الشعبية، يعني شفنا كل الأحزاب، المعارضة والمجتمع المدني، يعني كانت الجزائر رانا نعيش الآن في فترة رغم أني صعبة نوعا ما اقتصاديا وصعبة نفسيا واجتماعيا للشعب الجزائري، ولكنها أيضا هي راهي يعني مرحلة مهمة في تاريخنا أننا نعبر بحرية، نعبر على أفكارنا وما نخونوش. أنا ما نخونوش، أنا المرحلة انتقالية ما نقولش الناس يقولوا مرحلة انتقالية، ما قلتش كلمة الخوانة، لم أخون يعني، ولكن الطرح هذا يبدو أن الأغلبية الشعب الجزائري ماشيين مع خيار الدستور، مع خيار المؤسسات وخيار الانتخابات. الآن هذه الهيئة جاءت في ظرف بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي. نعم، إحنا الآن يعني بعد ما الرئيس استقال، فيه رئيس انتقالي مؤقت بنص الدستور. الآن يعني في كل دول العالم لما تكون أزمات يصير تصير أزمة، يعني أول شيء نذهب إلى الانتخابات. نعم. كل دول العالم والديمقراطية هي الانتخابات، ما كانش حاجة أخرى، والديمقراطية حكم الأغلبية، ما فيش. نعم. الآن في الجزائر سمعنا باللي أن الآن من يقول انتخابات هي انقلاب. والديمقراطية مش أغلبية، إذا احنا بدينا في الجزائر نروجوا لأفكار تقل حتى من الديمقراطية راديكالية. نعم. نوعا ما يعني في يبدو لي فيه نوع من التطرف، بدأ يظهر نوع من التطرف في الطروحات السياسية، رغم أن الظرف هذا مش ظرف صراع سياسي، مش ظرف إيديولوجيا، مش ظرف جهوية، مش ظرف تاع صراع لغوي، مش ظرف تاع مصالح. الآن الولاء لله والوطن، يعني الآن رانا في ظرف يا إما نمشيو مع الجزائر يعني نمشيو ضد الجزائر، ما فيش خيار آخر يعني. بكل صراحة لازم تكون عندنا شوية وطنية، ولا أنا عايش في البلاد هذه، لا تروح لنا الجزائر من يدينا وإحنا ونروحوا هنا، ما عندناش بلد آخر نروحوا نسكنوا فيه. لا اسمح بالضبط. اسمح لك، الواحد عنده سكن، الناس عندهم سكن في الخارج، غدوة الطائرة وزوجته يمشي للخارج، إحنا ما عندنا سكن، إحنا ما عندنا سكن في الخارج، ونتمنوا نموتوا في الجزائر وندفن في الجزائر. أما الآن يا أخي أنت باش مصير بلاد تجي أنت تحب تفرضوا فرضا، لا ما تفرش، أنت تطرح مبادرة، خلي الشعب هو اللي يختار. احنا لو ياك مختلفين سياسيا نمشيو الانتخابات والشعب يحكم لك، انت عندك شعبية تقول عندي شعبية وتقول عندي مرحلة انتقالية، يا خويا كي الشعب ينتخب عليك دير مرحلة انتقالية اللي حبيت ديرها. اما الان تخلي انت ترمي الصندوق وترمي الانتخابات وتحتقر الشعب الجزائري، وراح صوت الشعب الجزائري؟ اين هو صوت الشعب الجزائري؟ تقول الحركة الشعبية، اين هو الشعب؟ يعني خلي الشعب هو اللي يختار، اذا تحب مرحلة انتقالية روح للشعب اقنعه، واللي يحب الانتخابات الشعب هو اللي قرر. في كل دول العالم الشعب هو السيد. فبالتالي اعتقد ان هذه الهيئه يعني جاءت في ظرف حساس وتعرضت لضغوطات كبيره جدا، ولكنها استطاعت ان تقاوم في الميلاد نتاعها وان تواصل مهامها رغم الضغوطات ورغم يعني بعض محاوله افشالها، لكنها صمدت في اول اختبار لها، قدرت انها تصمد، والان هي تواصل المشوار تاعها رغم يعني ما تقدرش تتصور الضغوطات التي لحقت على هذا اللجنه، ولكن لا باس. يعني الان راهي تتحاور مع الاحزاب، تتحاور مع المجتمع المدني، تتحاور في 48 ولايه، واحنا مع الحوار، نحن مع الحوار. حتى انا شخصيا في بعض الوجوه في هذه اللجنه هذه يعني ما ربما شويه ما عندهاش مصداقيه، لكن من اجل المصلحه العليا البلد نغضوا الطرف ونقولوا معليش، ما دام هذه اللجنه هذه الهدف نتاعها هو البحث عن المعايير والمعايير لإجراء أحسن شفافية الانتخابات، يعني هذه الهيئة عندها يعني دورها، وهو كيف أنها تخلق إجماع وطني حول ما هي المعايير التي نذهب بها لإنشاء سلطة تنظم الانتخابات وتراقب الانتخابات وتعلن الانتخابات، وهذا أكبر مكسب في التاريخ السياسي للجزائر. معناها أن الانتخابات تخرج من يد الإدارة، تخرج من يد الولات، معناها الهيئة هذه هو إسقاط التصور في الانتخابات. فبالتالي هذه الهيئة رغم الصعوبات ورغم العراقيل فهي تستمر الآن، وأنا أعتقد أنه مش شرط أنها يعني
كل الناس لازم تحاور معهم، هي تتحاور مع من يريد الحوار، وحتى الناس يعني اللي بعض الأطراف التي لا تريد أن تتحاور مع هذه، أنا نطلب من هذه الهيئة أنها تأخذ مبادرات هؤلاء هذه الأطراف بعين الاعتبار وتطلع عليها وتثمنها في ضمن يعني توصياتها بخصوص إنشاء السلطة المراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة. فبالتالي الهيئة أعتقد أنها تستمر ويعني ستحقق النتائج المرجوة إن شاء الله. نعم. طيب سيف الدين، في حال أنه هيئة الوساطة والحوار يعني أنهت أشغالها يعني باقتراح هيئة أو يعني كيفية تشكيل هيئة وطنية لمراقبة وتنظيم وتسيير الانتخابات وكذلك بمقترحات لتعديل قانون الانتخابات، هل تعتقد أنه يجب الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي 2019 بمعنى قبل 2020؟ ونحن بحاجة إلى الذهاب لانتخابات رئاسية في أقرب الأجال، في أقرب الأسابيع، في أقرب فرصة، لأن انتخاب رئيس جمهورية يمكن أن يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع ويعجل بفتح الورشات الكبرى والإصلاحات المطلوبة وإضفاء الشرعية على جميع القرارات الرئاسية التي يعطيها أو ربما يقررها الرئيس المنتخب شرعيا. سيد الفريق تكلم بأنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيكون قد حاز على شرعية الصندوق وحظي بثقة الشعب الذي اختاره على أساس برنامج محدد والبرنامج الإصلاحات المنشود. وبالتالي نحن الآن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، بالنسبة للجنة الحوار، أنا أرى ربما أنا لا أتفق مع اللجنة في بنيتها وربما في كذا، ولكن أراها نزولا إلى أرض الواقع وربما اصطداما بأرض الواقع على علاتها على كل حال، ومناقش القضية لأن هناك نتائج ستبرز، ستعتمد السلطة الفعلية وستكون ربما هي تجاوبا ربما مع بعض المقترحات والمطالب التي تبقى شعبية وشرعية وستستجيب لها السلطة الفعلية، لأننا اليوم بحاجة إلى تفكيك القنابل الموقوتة، بحاجة إلى الاستجابة إلى المطالب الشعبية المشروعة، خاصة إقالة الحكومة وتقديم الضمانات الكافية لانتخابات رئاسية شرعية وشعبية وذات مصداقية. بمعنى يجب الحكم على هذه الهيئة بالأحرى مع نهاية عملها يعني مع يجب أن ننتظر النتائج لأننا قد لا نتفق مع اللجنة. أنا شخصيا صرحت سابقا بأنني لا أعتقد بأن هناك ضرورة فعلية لهذا الحوار بالأساس، يجب أن نذهب إلى أقصى سرعة إلى اعتماد المطالب الشعبية العقلانية المنطقية التي تستجيب إلى المصلحة الوطنية. ولكن اسمح لي أستاذ، الحوار مطلب للطبقة السياسية، هذا الحوار الآن أسمحنا إحنا ربما أسمح لي فقط هو أن الحوار يعني مش حوار، هو مطلب ولكن كان مرفوض عند السلطة لما بن صالح دار جوة الحوار. نعم. الناس رافضين السيد بن صالح، لما رافضين يقول لك نروح نشارك في حوار بن صالح نعطي شرعية لبن صالح. نعم. إذا نعم. الآن إذا في هيئة مستقلة عن السلطة، فبالتالي يعني جاء هو استجابة لمطالب الطبقة السياسية والمجتمع المدني وحتى الشخصيات في هذه الهيئة اقترحت من قبل المجتمع المدني حتى تكون السلطة ليست طرف. الآن السلطة ليست طرف وهي توفر الأجواء وتوفر الشروط اللوجستيكية، وهذه الأجواء أنها هيئة منبثقة من المجتمع المدني من شخصيات المقترحة. احنا تمنينا في البداية تكون شخصيات ذات وزن، ولكن للأسف الشديد يعني لبى النداء لما لبش النداء هو أستاذي الكريم. بالنسبة لي ولو اتفق معك أنه في بعض العلات هو أستاذي الكريم، الحراك الشعبي أو الشعب الجزائري لما خرج الشارع لم يستجر الطبقة السياسية ولم يستجر السلطة الفعلية آنذاك، ولم يحتج ربما من أي أحد أن يملي عليه ما يريده من إصلاحات، وبالتالي الشعب الجزائري هو السيد في هذا الصدد. نحن الآن بصدد مطالب شعبية لأن الطبقة السياسية بالأساس لا وزن لها ولا موضوعية لها، لأنها لا تعبر حقيقة عن الإرادة الشعبية ولا توجد ديمقراطية فعلية توزع ربما المناصب النيابية أو المناصب السياسية أو الوجاهة السياسية في المجتمع بالمنطق وبتلك العقلانية المقبولة. وبالتالي اليوم يجب أن نتكلم عن إرادة الشعب الجزائري، إرادة الشعب الجزائري السيد، الشعب الجزائري الذي يريد الذهاب ببلاده إلى بر الأمان، الشعب الجزائري المؤمن بضرورة انتخاب رئيس جمهورية ديمقراطيا وليس وفق مراحل انتقالية، إرادة الشعب الجزائري الذي يريد من رئيس الدولة أن يقضي على الفساد وأن يحارب الانحرافات السياسية والاقتصادية والتلاعبات التي حصلت سابقا جراء الزبائنية وشراء السلم الاجتماعي أو رشوة السلم الاجتماعي. نحن الآن بصدد أنا في اعتقادي الآن بصدد الحوار دولة حقيقية. الحوار محطة مهمة. شوف الحوار محطة مهمة
وهذا الحوار رغم ما تتعرض له الهيئة من ضغوطات ومن يعني من رفض شعبي ومن يعني الطعن في مصداقيتها، لكن هذه الهيئة تسحب ورقة من يد بعض الأطراف التي تريد التشكيك في كل صغيرة وكبيرة، وتريد إسقاط الشرعية، وتريد إسقاط مسار انتخابي، وتريد إسقاط الدستور. هذه الهيئة ستخرج بورق طريق، هذه ورق الطريق ستكون إجماع وطني حول المعايير التي تسمح بتنظيم انتخابات يعني بمواصفات عالمية. هذه المعايير السلطة ستنفذ ذلك، وأول خطوة كما قلت هو تأسيس الإسراع في تأسيس سلطة مستقلة عن الإدارة عن الولايات، وهذه السلطة ستكون هي ما يسمى بالجدار المنيع أمام التصوير، لأن احنا كرهنا كرهنا بركاتي فعلاً. لا بركاتي أخي، شفنا على انتخابات سبقت انتخابات بلدية وتشريعية، شفنا أشكال يا ناس أشكال في البرلمان وفي البلديات، رهم خطر على الأمن القومي الجزائري، خطر على الأمن تاع البلاد. لما أنت تجيب رئيس بلدية ثالث، رئيس بلدية ثالث بلدية كلها ما يخدمهاش، ويصبح سكان البلدية يقطعوا لك الطريق يوميا ويقطعوا لك، هذا مشكلش خطر على الأمن القومي. تصور أنت 1500 بلدية، 1500 وكذا بلدية، كنت تجيب أحسن الكفاءات تحطهم في البلدية، لأن الأمن القومي، نعم الأمن القومي تاع البلاد يبدأ من البلديات، يجيب أحسن كفاءات، البرلمان يجيب أحسن كفاءات. فبالتالي يعني الحوار هذا رغم ما يقال عليه، وكل واحد هو حر في رأيه، أنا في جزائر الحرية، نحن نتنعم بحرية التعبير، إحنا يهمنا بلادنا وما يهمناش التطرف، التطرف يؤدي إلى العنف ويؤدي إلى الانهيار، إحنا ما نشوف التطرف، ما نشوف العنف، ما نمسوا بلادنا، إحنا عندنا الشعب الجزائري قرر أننا نمشي للانتخابات، وهذه الانتخابات ستكون انتخابات من أحسن انتخابات في تاريخ الجزائر، وسيكون الرئيس القادم يتحمل مسؤولية ضخمة كبيرة عليه، وسيكون مسؤول أمام الله وأمام التاريخ في فتح كل الورشات، ولكن الحوار يجب أن يكون كمحطة قبل الشروع في الانتخابات. هو سيدي الكريم، هو بالنسبة للجنة وكذا، سنحن إضافة فقط، نحن سننتظر نتائج، سنلاحظ النتائج. نحن الآن، أنا شخصيا أعتقد بأننا اليوم هو الحوار ربما هو التبرير بالنسبة للسلطة الفعلية لهنا أنها نزلت لأرض الواقع وأنها تعاملت مع المطالب الشعبية، لأن هناك نتائج ستكون، وأن النتائج هذه ستأخذ بعين الاعتبار. ما ذهبت إليه ربما لجنة الحوار من إقالة الحكومة من الاستجابة إلى المطالب الشعبية وفق تحقيق انتخابات شفافة وديمقراطية، هذا شيء جميل جدا، وهذا شيء نثمنه. نحن ننتظر النتائج، سوف ننتظر النتائج، سوف ندعم مسار الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة، لأن الجزائر والجزائريين الآن بحاجة إلى شرعية انتخابية، إلى رجل دولة ورجل شعب يمثل الخزان الحقيقي للأمال الشعبية، ويؤدي دوره كرئيس جمهورية فعلي يعبر عن إرادة الشعب الجزائري وعن طموحات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية شعبية قوية في 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 في, في, في شمال إفريقيا. وبالتالي يعني هو ماذا عن سياسة المقاطعة، يعني مقاطعة الحوار؟ يعني شوف، لا شوف الأخ جمال، احنا الآن ماناش في عصر الحزب الواحد والرأي الواحد والأوحد، خرجنا منها. لا خرجنا منها الآن، اسمح لي الآن، الناس اللي يحب يشارك الحوار هو يشارك ويقدم مقترحات. وشوف لاحظ الآن تقريبا طبقة سياسية تمشي مشات في الحوار. يعني الحوار هذا واش خلق ما يسمى بالطيار العقلاني في الحياة السياسية في الجزائر. بدأ جزء من طبقة سياسية يتسم بقدر المنطقية والعقلانية والبراغماتية، يحاور ويقدم مبررات، وهذا ماشي ما في حتى مشكلة. يعني ما فهمتش انا اين هي الخيانة في ان نحاور من اجل انني نقدم مقترحاتي ونقول هذه الانتخابات هاي كيفاش لازم تكون، وأسقط التصوير اللي هو الخطر الكبير على البلاد. هذا شيء. فيه الآن أطراف أخرى لا تريد المشاركة، من حقها، احترمها، وليس من حقها أن نشيطنها أو أن نخونها. لا هم جزائريون ينظرون للجزائر من زاوية أخرى، ولكن نحترم رأيهم، وهم أيضا يحترموا رأي الآخرين، وهذه الديمقراطية، ديمقراطية التعددية، الآراء، الأفكار، الطيارات الفلسفية، الأحزاب، يمين يسار وسط وهكذا. ولكن طيب، الحسم من هذا الرؤية أستاذ، يعني في هذه الرؤية هناك من يرى، ما هو الذي يحسم بنا؟ من يحسم بنا إحنا يعني؟ لما إحنا نتنافسوا ونلحقوا لدرجة التنافس الشديد، من الذي يحسم؟ الصندوق والشعب. نعم طيب فقط. لكن في هذه النقطة الانتخابات نعم والأغلبية. نعم فقط في هذه النقطة تتحدث عن رؤية البعض، يعني الرؤية المغايرة للواقع السياسي الجزائري الحالي. هناك من يرى مثلا ضرورة إقصاء أحزاب الموالاة من الحوار مثلا. شوف الآن أخ جمال، لازم نعرفوا الحراك الشعبي أرفع من سقف المطالب، والحراك الشعبي
مش فقط أسقط العهدة الخامسة، ما حققه الحراك الشعبي من 22 فبراير إلى غاية اليوم، أنا أحيانا أقول لك أنه دائما أعبر عليها يبلغ شيء من الخيال، شيء من الخيال. لأن لو وصلنا العهدة الخامسة، أسقطنا العهدة الخامسة وأسقطنا التمديد واستقال الرئيس وتغيرت الحكومة وجات العدالة بما يعني العدالة بالشرعية انتحى، يعني الآن العدالة تقوم بحرب ضروس ضد الفساد واسترجاع أموال الشعب الجزائري التي نهبت، والملايين الشباب الآن ينتظروا هذه الأموال من أجل إنشاء مشاريع اقتصادية لهؤلاء الشباب. نعم. إذن الآن يعني بالنسبة لي قلت للطرف الإقصاء، يعني هناك من يرى ضرورة إقصاء هؤلاء الأحزاب الموالات التي يعني ساندت العهد الرابعة والخامسة، يعني فيه بعض المطالب الحراك الشعبي طالبوا بإقصاء بعض الأحزاب وحتى بيحل بعض الأحزاب. أنا أقول يعني إذا كنا حوار وطني شامل حتى ما تحاورش مع أحزاب معينة مرفوضة شعبيا، ممكن تتحاور مع حكماء من هذه الأحزاب. يعني هذه الأحزاب مش كلهم شياطين، في ناس حكماء، في ناس عقلاء، وفي ناس وفي داخل الأحزاب هذه، ولكن داخل الأحزاب روح شوف أسأل داخل الأحزاب هذه تلقى عشرات من الإطارات ومن الناس الكفاءات التي همشت والآن هم في حالة. ولكن أعتقد أن هذه الأحزاب إذا أرادت أن تسهل مهمة الحوار فهي قد لا تشارك، أما إذا يعني أصرت على المشاركة أعتقد أن القرار في يد اللجنة، في يد الهيئة. الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة تحاور من تشاء وترفض من تشاء، لأن في اعتقادي أنها لو يعني حاورت بعض الأطراف ربما هذا سيفسد الحوار. يجب إقصاء هذه الأحزاب مثلا، وهذه الأحزاب بالنسبة للهيئة لا تحاور من تشاء وتلغي من تشاء، هناك منطق في إدارة الحوار. الحوار الذي يتحاور مع المسؤولين على الأزمة، مع صانع الأزمة، مع إن كانوا يشاركون في صناعة الأزمة، أي حوار هذا يمكن أن يكون؟ هذه الأحزاب تورطت في تدمير مستقبل الجزائر والجزائريين، هذه الأحزاب ساهمت في صناعة مجرمين مفسدين في البلاد، هؤلاء هذه مدارس للفساد، مدارس للانحراف، مدارس للتلاعب. وبالتالي أنا من هذا المنبر أنادي بحل هذه الأحزاب التي تورطت في 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 الفساد والتي صنعت الفساد. بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، هو بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني يجب أن نتكلم، يجب من بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني يجب أن نتكلم عن جبهة التحرير الوطني التاريخية التي يجب أن تبقى مقدسة في أذهان وفي قلوب الجزائريين. هذه الجبهة التي جلبت الاستقلال للشعب الجزائري بإرادة شباب وطنيين مخلصين للشعب الجزائري وللجزائر، وبالتالي يجب أن نتكلم عن حزب سياسي يتنافس على برنامج انتقابي. أما ما حدث في تونس في مصر هو حل الأحزاب التي صنعت الأزمة في بلادها، ونحن الآن نطالب ربما بإصلاح وهذا الخلل. وقبل وإذا لم تحل هذه الأحزاب سيقوم الشعب الجزائري بواجبه الفعلي بتحطيم هذه، ولماذا نترك الشعب الجزائري يعاقب هذه الأحزاب في الانتخابات؟ سيعاقبها الشعب الجزائري، ولكن هذه الأحزاب تشكل خطرا في وجودها على المسار الديمقراطي، لأن نظام الزبائنية ونظام التلاعب وربما طريقة الولاء وطريقة التلاعبات القديمة والكولسة القديمة ما زالت سارية في هذه التيارات السياسية. هذه التيارات مريضة بتضخم الأنا، مريضة بالمبالغة في التلاعب بالمصلحة الوطنية لتحقيق الامتيازات والمصالح الشخصية. وبالتالي اليوم يجب أن نذهب إلى ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب، تعبر عن أمال الشعب لتحقيق المصلحة الوطنية. إلى الجزائر بحاجة إلى أحزاب تناقش، تدافع، تحافظ على المصلحة الوطنية، ولا تبقى ربما أحزاب إمعية تابعة تقول أنا معك لمجرد التبعية كما حصل. كنا ذاهبين إلى الهاوية، كنا في النفق، كانت الجزائر ستذهب إلى لا قدر الله إلى الجحيم نتيجة ماذا؟ إلى انتخاب رئيس شبه ميت للبلاد شابة ولشعب كبير وأمامه تحديات عظمى. أستاذ ربما تعلق قبل أن أطرح عليك سؤال أخير. الحقيقة شوف هذه يعني مسألتنا باش نكون صريح، يعني أنا إنسان لست من طبيعتي إقصائي، وأنا تكلمت لك يعني أنا تكلمت لك حتى عن الناس اللي طالبوا مرحلة انتقالية احترمناهم ونرد عليهم بالمنطق والعقل وهم يردوا علينا بالمنطق والعقل. طيب ولكن احنا ما نرفض، احنا الدعاة يعني المسار الدستوري الانتخابي ما نرفضوا ولا هم يرفضوا علينا، الشعب هو اللي يحكم هكذا. نعم. هذه الأحزاب الآن في البداية قلت لك الحراك الشعبي رفع شعارات حل بعض الأحزاب، ولكن هل هذه الأحزاب وحدها هي المسؤولة عن الأزمة في البلاد؟ هل الآن الأزمة تاع الجزائر هي فقط ثلاثة أربع أحزاب، ولا الأزمة تبدأ في 99 ولا قبل 99؟
طيب في التسعينات مثلا تبدا بالعهده الخامسه يعني نادى بالعهده يعني يعني انا قلت الان هذا المشكل المطروح الان الهيئه تتمتع بقدر من الصلاحيه تريد ان تحاور لا تحاور استاذي الكريم جميعي سابقا ماذا كان يقول لم تجيبه امه من ينافس عبد العزيز بوتفليقه هذا رئيس حزب الان ماذا كان يقول مهوبي كان يقدس فخامه رئيس الجمهوريه انذاك ويسبح بحمده هل كان يدافع عن مصلحه الشعب هل كان يمثل اراده الامه هل كان يدافع عن مصلحه الجزائر والجزائريين كان زبائنيا كان يتحصل على امتيازات كان يدافع عن وجوده الشخصي لا عن مصلحه الجزائر والجزائريين الان يجب ان نتكلم عن احزاب تمثل اراده الشعب وتحقق طموحات الشعب لا أحزاب انتهازية وأشخاص انتهازيين تحصلوا على امتيازات وأموال ومشاريع ومناصب وحظوة سلطوية آنذاك عرفت التعليق ربما أستاذ قبل أن أطرح سؤال أخير لا شوف أنا أتفق مع الزميل الزميل يتكلم على ما يسمى بالممارسات والنتائج أنا متفق معك أنا متفق معك تماما وأنا شو قلت في البداية في الانتخابات في البلدية وفي البرلمان لو كانت عندنا أحزاب قوية الأحزاب القوية عبارة عن مدارس حزب راهو مدرسة راهو حزب راهو برنامج ماشي الشخص يحكم حزب 30 سنة لو كان عندنا احنا أحزاب الظاهرة الحزبية في الجزائر كلها راهي علامة استفهام كبيرة على الظاهرة الحزبية في الجزائر ما هو الحزب في الجزائر مازال ما لحقناش إلى مستوى نخلق أحزاب مثل الدول الأوروبية والديمقراطية السيد يترشح في الانتخابات الرئاسية وينهزم مفروض يستقيل احنا في كل دول العالم شفنا لما رئيس زعيم حزب صح يترشح انتخابات يجي يعتذر للرأي المناضلين ويستقيل ويجي قيادة جديدة تعيد ترميم الحزب ويجي برنامج جديد باش تكسب احنا ما عندناش هذه مازال ما عندناش 1% من تقاليد الديمقراطية في الجزائر من ثقافة الاستقلال وانا معاك لما تقول لي بعض الاحزاب تزول انا اعتقد ان في اعتقادي في احزاب ستزول لان ما حدث بعد 22 فبراير راه يعتبر بمثابه ميلاد لدوله جزائريه جديده وحديثه يستحيل ان قوى سابقه يعني ازمه البلاد وحطت البلاد على فوهه بركان هي التي الان ستقود المرحله يستحيل ولكن علينا ان نمشي بحذر وبخطوات نستطيع ان نحقق بها طموحاتنا حتى ربما لان احنا لما تسرع يعني الدخول في صدام مع بعض القوى التي تتحكم في بعض الدواليب ربما هذا يؤدي بنا إلى انتكاسة ويؤدي بنا لا قدر الله إلى العنف وهذا هو الشيء الخط الأحمر لا يجب أن يحزنوا لأن الشعب الجزائري الآن 90% حتى لا أبالغ 90% من الشعب الجزائري مؤمن بأن هذه الأحزاب كانت شريكة في الفساد كانت مساهمة في الفساد وكانت الفساد بعينه طيب سؤال أخير سيف الدين يعني ومن يعاقبها من الذي يعاقبها الشعب الجزائري سيد سيد نعم طيب متفقين على الأخير يعني نعم متفقين تمام كسؤال أخير اليوم ما هي الطريقة المثلى للخروج من هذا الانسداد السياسي الحاصل؟ والطريقة المثلى كما تكلم السيد الفريق الذهاب بأسرع وقت وبأسرع طريقة إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية تسلم فيها الإرادة للشعب الجزائري لكي يعبر بكل إرادة وإيمان وشرعية وشعبية عن اختياره الحر الديمقراطي في انتخاب رئيس جمهورية يحصل على الصلاحية الكاملة للتصرف ولإدارة المصلحة الوطنية والدفاع عن مصلحة الشعب الجزائري ومصلحة الجزائر والجزائريين نحن الآن بأحسن طريقة هي الذهاب إلى انتخابات رئاسية نحن الآن أمام خيار لا مناص منه هو الإسراع والتعجيل في هذه الانتخابات لأننا اليوم في تحديات اقتصادية في تحديات اجتماعية لا تحتمل التأجيل أستاذ نفس السؤال نعم وهو يعني ما هي الطريقة المثلى اليوم للخروج من هذا الانسداد السياسي الحاصل لا الآن احنا اعتقد ان هيئة الحوار تعتبر خطوة نحو الخروج من الأزمة نحن الآن دخلنا في مرحلة ما بعد الأزمة لأن الآن احنا رانا في مرحلة الإعداد والتحضير لتطبيق ما ستفرزه هذه اللجنة من ورق الطريق نستطيع ان نرسي بها مؤسسات تقوم بمراقبة الانتخابات وتنظيم انتخابات شفافة تعديل ما يجب تعديله من قوانين وإنشاء سلطة ولكن علينا فقط أن نسرع في الخطوات لماذا؟ لأننا في سباق مع الزمن السباق مع الزمن ده يعني أننا لو نتجاوز سقف معين من الزمن ربما الأزمة تتعقد ويصبح ماذا؟ إحنا كجزائريين نصبح نجد أنفسنا أمام لا قدر الله فبالتالي الآن الإسراع في الحوار الإسراع في التوصيات ورق الطريق والإسراع في تنظيم الانتخابات إذا ما أسرعنا في تنظيم الانتخابات الرئاسية
قبل نهاية السنة، أقول لك أننا قد استطعنا أن نتجاوز أكبر أزمة عشناها في تاريخنا، ولكن هذه الأزمة رغم سلبيتها ولكنها أزمة يعني خدمة البلاد. لماذا؟ كيف أنها أسقطت الكثير من الرداءة، أسقطت الكثير من اللاكفاءة، أسقطت كثير من أقنعة. شفنا أعداءنا الحقيقيين، منهم أعداء الجزائر الحقيقيين، شفنا أصالة الشعب الجزائري، الشعب الجزائري الأصيل بأصالته بوعيه وبسلميته، شفنا العدالة الآن تلعب دور عظيم في حربها الإرهاب، شفنا المؤسسة العسكرية كيف انحازت إلى الشعب وتؤيد الشعب وترافق الشعب، شفنا كل الإعلام، إعلامنا الجزائري الوطني كيف يشتغل، والأحزاب يعني، ونبتعد عن التخوين وعن الشيطنة، وكل الجزائريين عندهم حق في هذه البلاد. ولكن فقط علينا أن نؤكد شيء واحد، هو أن الشيء الوحيد الآن كجزائريين أمام العالم، لأن العالم يشوف فينا الآن، العالم راه يشوف يدرس في التجربة الجزائرية في الإقليم أو في خارج الإقليم، أننا نذهب للانتخابات و بمعايير دولية وبشفافية، والرئيس القادم إن شاء الله ستكون لديه يعني مهام في فتح ورشات، تعديل دستور، انتخابات بلدية أو تشريعية مسبقة، وأكبر ورشة تنتظر الرئيس القادم وهو إعادة بناء الاقتصاد الوطني، لأننا نحن بحاجة إلى اقتصاد وطني قوي. لا يعقل الجزائر في حجم القارة باقتصاد هش يعتمد على الغاز والبترول، هذا شيء لم يعد مقبول في القرن الحادي والعشرين، هو قرن عقول وليس قرن البترول. نعم. وأنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ الأزهر مروك، أستاذ جامعي، شكرا جزيلا لك لقبولك الدعوة. شكرا. بالإضافة إلى الأستاذ سيف الدين قداش وهو إعلامي وناشط سياسي، سيف الدين شكرا جزيلا لك أنت أيضا لقبولك الدعوة. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكما، وأنا أشكركم كذلك مشاهدينا الأفاضل على طيبية الإصغاء والمتابعة. نلتقي إذن في الغد إن شاء الله، إلى اللقاء. شكرا. We'll be right back.